اهلا بكم من جديد في زملكاوي. وصلنا لفقرتنا الحواريه الاولى في ضيافتنا الكابتن احمد كمال نجم نادي الزمالك السابق. مشرفنا ومنورنا كابتن احمد. حبيبي يا حميد، متشرف بوجودي معاك ودايما متواضع كده. النهارده الزمالك كان بيلعب مباراه وديه، اول المباريات بقى في السيزون سواء وديه او رسميه. النهارده كنا بنلعب السكه الحديد. شفت النهارده البدايه مع الكابتن مدحت عبد الهادي، هو اللي كان بيقود الفريق فنيا. المباراة انتهت بثلاثية نظيفة، شايف ازاي النهاردة وهو عدد كبير جدا من اللاعبين شاركوا في مباراة النهاردة؟ تقريبا كل اللاعبين شاركوا في المباراة النهاردة امام السكة الحديد. يعني شايف طبعا اكيد اول مباراة ودية في المعسكر اللي بيعملوه نادي الزمالك قبل استعدادات لماتش الكونفدرالية المهم اللي احنا مستنينه، وجماهير نادي الزمالك متشوقة ان هي تتفرج على الفرقة في المحافل الافريقية تاني. فشايف ان الماتش النهارده انت بتلعب برضو فريق محترم ومعاهم مدير فني محترم، ابن نادي الزمالك امير عزمي والجهاز كله. امير عزمي طبعا طبعا اخويا وحبيبي. وامير من يعني من المدربين اللي هم شطار الفتره اللي فاتت دي، قدر ان هو يعمل حاله مع نادي السكه بشكل كبير، فبنتمنى له التوفيق. طبعا شايف ان الجهاز النهارده بقياده الكابتن مدحت عبد الهادي ان هو قايم بدور مستر اوسوريو عشان مسافر. المباراة النهاردة مباراة إيجابية، نادي الزمالك خاضها على 3 أشواط زي ما أنت عارف يا أحمد، لعب كل شوط 30 دقيقة. الكم الكبير ده طبعا بيخلي الجهاز الفني طبعا في فترات الإعداد في الماتشات الودية بيحاول على قد ما بيقدر إن هو بيشارك معظم اللعيبة عشان يديهم الحمل كلهم يبقى زي بعض، عشان يستفيد منهم في المباريات اللي هي تبقى تتخللها المباريات اللي هي الودية بعد كده مباريات الدوري اللي هو هيبتديها ان شاء الله. فالنهاردة المباراة اول مباراة 3-0 حاجة مبشرة، بتلعب برضو فريق كبير ليه اسم. فشايف ان النهاردة ان الكابتن مدحت عبد الهادي قدر ان هو وباللعيبة 3-0 قدروا ان هم يخرجوا باللقاء بشكل ممتاز. يعني لو بصينا كده على تشكيل البدايه، يعني بدايه المباراه النهارده، كان في حراسه المرمى عبد الرحمن نفاد، وده حارس شاب بيتمرن مع الفريق الاول. خط الدفاع كان موجود محمود علاء، مصطفى الزناري، ومصطفى شكري. خط الوسط محمد حسام بيسو، محمد اشرف رؤى، يوسف اوباما، ومصطفى شلبي. في خط الهجوم كان موجود ابراهيم انداي، وسامسون اكنيولا، وناصر منسي. شايف شكل الفرقه وبدايتها ازاي؟ هو اكيد يعني الجهاز الفني انت عارف يا احمد في بيبقى في فرصه كويسه جدا في الماتشات الوديه قبل انطلاق الدوري او المشوار الافريقي، ان هو عنده لعيبه كتيره وعايز يقيم معظم اللعيبه. فانا شايف ان حتى انت بتتكلم في التشكيل اللي انت بتتكلم فيه، كابتن مدحت عبد الهادي موازن الدنيا شويه، حاطط ناس خبره مع ناس شباب مع ناس لسه طالعين يتمرنوا مع الفريق الاول، فعايز يدي اللعيبه الصغيرين دي يديهم الخبرات، وان هو يقول لهم انتوا بتلعبوا في نادي كبير، ويخلي اللعيبه الكبيره تقدر تدي الخبرات وتنقل الخبرات بتاعتها للعيبه الصغيره دي. فانت بتتكلم في قصه كلها هي عايزه عمليه بالانس، عايزه توازن ما بين لعيبه شباب لسه طالعه عايزه تاخد الخبرات ومحتاجه ان هي تاخد الفرصه وتثبت وجودها للمدير الفني والجهاز وجماهير نادي الزمالك، مع لعيبه كده كده متمرسه وموجوده عندها خبرات لعيبه الفريق الاول لنادي الزمالك. فانا شايف ان الفتره دي بتبقى مهمه جدا لاي جهاز او مدير فني ان هو يقدر بشكل كبير يعمل فلتره للعيبه اللي هتبقى متواجده يتفرج عليها ماتش واثنين وثلاثه، بحيث ان هو احمد يجي في اخر ماتش ودي مفروض قبل انطلاق الدوري او المشوار الافريقي ان هو يقدر يحط بنسبه كبيره ايديه على التشكيل الامثل اللي هو يقدر يقود فريق نادي الزمالك خلال المشوار الافريقي او بطوله الدوري العام. كابتن مدحت النهارده لما في تصريحات بعد المباراه قال ان انا خط 3 أشواط، واتفقنا مع الجهاز الفني لفرقه السكه الحديد كابتن امير العزم جاهد ان احنا هنلعب 3 أشواط على كل شوط نص ساعه عشان ادي الفرصه لكل اللعيبه. بالظبط. كل اللعيبه اللي متواجده وكانت بتتمرن تقريبا شاركوا في المباراه. شايف ازاي كمان مشاركه النهارده مشاركه مهمه قوي ومميزه قوي للكابتن محمد عبد الشافي؟ لا بشوف احنا مش هنقدر مش يعني مش هنقيم مش هنقيم بعد عوده من الاصابه فتره كبيره قوي طبعا. يعني لعنه الاصابات طبعا. الاصابه بتاعه الركبه والرشح الركبه ده بيبقى رخم شويه، ولكن بيعود مره تانية اضافه كبيره قوي لفرقه نادي الزمالك. خد طبعا يعني خد بالك يا احمد، عبد الشافي احنا مش هنقدر ان يعني مش هنقدر ان احنا نقيم عبد الشافي. لا اكيد عبد الشافي ده خارج التقييم من ادبه واخلاقه وتواضعه، لعيب كبير ولعيب دولي.
بيحب نادي بطريقه بشكل غير طبيعي، اكنه من الجمهور قبل ما يكون لعيب. انا قرار كان عبد الشايف ان هو قرار الاعتزال كان حاجه غصبا عنه. انت في وقت من الاوقات اللعيب بيبقى عايز يكمل في الملعب بس بيجي له ظروف خارج عن ارادته زي الاصابات كده، فبيضطر ان هو ساعتها ياخد قرار ان هو خلاص ان هو يبطل كوره. بس لما عبد الشافي رجع تاني واثنى عن قراره وموجود، انا واحد من الناس كنت مبسوط جدا ان هو رجع تاني الملاعب، وان هو يقدر السنه دي ان هو يبقى ضمن قوام فريق نادي الزمالك، وان هو يقدر يشارك ويقدر ان هو يحقق بطولات تاني مع نادي الزمالك ويكون موجود في الملعب. النهارده مشاركه عبد الشافي بالنسبه له طبعا بنقول له الحمد لله على السلامه، انت لعيب كبير ولعيب ليك دور من كباتن الفرقه ولعيب مؤثر سواء داخل الملعب او خارج الملعب مع شيكابالا مع اللعيبه الكبيره. فوجوده يا احمد جوه التيم ذات نفسه سواء لعب او ما لعبش مكسب كبير لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك واللعيبه. فشايف ان هو قائد مع شيكابالا يقدروا ان هم في الازمات اللي موجوده اللي بتمر على خلال الموسم بيبقى طويل يقدر ان هو يحل مع شيكابالا مع اللعيبه الكبيره مع الجهاز، يقدروا ان هم يحلوا مشاكل كتيره ممكن تصادفهم خلال الموسم. فبنقول له عوده حميده، وانا كنت مبسوط النهارده ان هو شارك ورجع تاني. يعني في حته اللعيبه الكبيره اللي بيلموا الفرقه، لما يبقى عندك في اوضه اللبس اكتر من كابتن واكتر من لعيبه عنده خبره بتفرق جدا مع اللعيبه. انت بتحتوي اللعيبه كمان عدد كبير جدا من الشباب او اللعيبه الصغيرين اللي بيشاركوا مع الفريق الاول، فده بيدي دور مهم قوي كمان داخل الملعب محدش يختلف، ولكن بره الملعب برضو بتفيد قوي اوضه اللبس يا كابتن. جدا يا احمد، الناس مش متخيله بجد لما يكون في عندك كباتن فرقه مخلصين كبار عندهم فكره عندهم وعي متحملين المسؤوليه. ده خد بالك ده بيوفر مشاكل كتيره يا احمد سواء للاداره او الجهاز الفني، ما بيصدرش كل شويه مشاكل للاداره او الجهاز الفني في مشاكل كتيره. ممكن هم بيقدروا يحتووا بعضهم وبيحتوي اللعيبه الصغيرين وبيعرفوهم السيستم اللي هيقدروا يمشوا عليه ازاي وبياخدوا من خبراتهم. فالموضوع ده خد بالك مهم جدا، يعني اي مدير فني يقدر يسيطر على اوضه اللبس، اوضه اللبس بتاعته بتبقى عندها المناخ الصحي الصحيح اللي هم بيقدروا يفكروا فيه او بيتعاملوا معاه، ده بيبقى مكسب بره الملعب. فبالتالي الكلام ده كله لما بتبقى اوضه اللبس هاديه يا احمد واللعيبه كلها بتقدر بعض وبتحترم بعض وكلهم في ليدر بيقود التيم وبيقود اوضه اللبس بشكل منضبط بشكل كويس، بالتالي ده بيعود على اللعيبه في داخل الملعب. يعني الفرقه شارك فيها ناس كتير جدا من زي ما قلنا المجموعه كلها تقريبا شاركت، ولكن عوده محمود علاء مشاركته النهارده مميزه جدا واضافه للفريق دفاعيا، وشاركه كمان يوسف اوباما الاثنين راجعين من الاعاره، ازاي يمثلوا اضافه لنادي الزمالك في الموسم اللي جاي؟ طبعا الاثنين لعيبه كبار جدا والاثنين حققوا مع نادي الزمالك بطولات كتيره وعندهم من النضج وعندهم الوعي ومن الخبرات. اللعيبه لعيبه تقال يا احمد، كل واحد في المكان بتاعه لعيب تقيل ولعيب كويس يقدر ان هو ينقل الثقافه بتاعته والخبرات بتاعته للعيبه الصغيرين اللي هم طالعين من قطاع الناشئين. لما اللعيبه بتاعت قطاع الناشئين بتشوف قدامها لعيبه كبار وعندها خبرات ونجوم بيبصوا لهم كمثل اعلى، فبياخدوا منهم خبراتهم ويقدروا ان هم يحتوي اللعيبه بشكل كبير. عوده محمود علاء طبعا عمل موسم ولا اروع السنه اللي فاتت مع نادي الاتحاد، ظهر بمظهر لائق ومظهر كويس جدا. رجع محمود علاء للصوره تاني، ان محمود علاء قبل ما كان يسيب نادي الزمالك كان في بعض المناوشات وهو برده كان محمود ما كانش مركز برده يعني بشكل كبير، كان في يعني الحاجات بتاعت السوشيال ميديا كانت واخده منه كنت بتكلم معاه فكانت واخده منه بشكل كبير جدا، لكن الاعاره دي استفاده كبيره جدا بالظبط. في خد بالك في وقت من الاوقات يا احمد اللعيب بيفتكر ان هو لما يخرج اعاره ده بالنسبه له حاجه بالنسبه له ممكن يكون متضايق او فاكر ان الاعاره دي بالنسبه له اهانه من النادي او هو خارج من النادي مش مبسوط خارج من بيته متضايق. انا اتفق معاك ان الكلام ده كله انا خارج من بيتي وخارج من مكاني ببقى متضايق، بس في بعض الاوقات يا احمد الموضوع الاعاره ده بيفيد اللعيب اكتر ما يضره. اللعيب ممكن بيبقى فاكر في وقت من الاوقات ان الموضوع الاعاره ده ضرر ليه، لكن لما انت تروح في مكان جديد وتثبت وجودك
لك وتقفل دماغك شويه وتركز مع الفرقه الجديده اللي انت رايحها، ده بالنسبه لك بيبقى بتاخده بشكل ايجابي. نفس ما حصل مع محمود علاء، نفس ما حصل مع اوباما. اوباما لعيب كبير من كباتن الفرقه، من ولاد النادي، يقدر يتحمل المسؤوليه بشكل كبير. احنا كنا محتاجين نادي الزمالك السنه اللي فاتت، لما انت كنت بتتكلم على حد يقدر يعمل لك موضوع التحولات او ان هو يقف على الكوره شويه، او رقم 10 اللي احنا بندور عليه، اللي كان نادي الزمالك كان بيتميز بيه، كنت بتلاقي العمليه بتبقى صعبه، مفيش حد يقدر ان هو يعمل الكلام ده. فلما اوباما رجع، لا هيحل لك مشاكل كتيره في رقم 10 ده، او الحته اللي هي الحته الهجوميه التلت الاخراني، مع موجود طبعا عودة محمود علاء في خط الدفاع، طبعا هيسبب طمأنينة بشكل كبير لخط الدفاع، خبرة، يقدر يتكلم مع الناس اللي جنبه اللي هم لسه جايين جداد، يقدر يديهم من خبرته، يقدر يقود خط الدفاع بشكل كبير. فالاثنين عودتهم مكسب كبير جدا استند نادي الزمالك. النهارده نصر منسي احرز هدف في الودية، ورأيك في نصر منسي نجم موهوب؟ يمكن الإصابة برضو أخرته شوية، بعد ما تألق مع نادي الزمالك وبدأ يحرز أهداف مع نادي الزمالك، جات له إصابة كانت يعني تقيلة شوية ورخمة شوية للاعيبة الكورة، يعني زي ما بيتقال كده. رأيك في ناصر منسي وبداية مطمئنة لناصر النهاردة؟ خد بالك، ناصر منسي لعيب جامد جدا جدا، بس هو زي ما أنت بتتكلم، هو جه في فترة هو حظه إن الفريق ما كانش برضو فايق بشكل كبير إن هو ده يقدر يساعده. موضوع ان انت تخش على 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 تيم يا احمد الفريق فايق والفريق بيكسب والفريق متصدر، انت كلاعب لسه جاي ما بين الدورين او جاي لسه لعيب جديد، معنوياتك اصلا كده كده بترتفع، انت فاهم؟ انت جاي على فرقه كلها عندها الحاله المزاجيه والحاله المعنويه وعندهم الروح مرتفعه جدا، فبيقدروا ان هم انت لو انت كمان لعيب كويس تقدر تنسجم مع الفرقه بشكل كبير، تخش بسرعه. لكن في اوقات الدخول بتاع اللعيب بيبقى غصبا عنه، الدخول بيبقى بشكل هو يعني خارج عن ارادته، فهو ده اللي حصل مع ناصر منسي، ان هو كان دخل في ظروف، الظروف ما ساعدتوش بشكل كبير، ورغم ذلك هو ادى على في قدر المستطاع. لكن انت لما تيجي تقيم مثلا منسي، ناصر منسي لا، لعيب ولعيب دولي، لعب في منتخب اولمبي، ولعيب شاب ولعيب صغير، يعرف يجيب جون من اقل فرصه يا احمد، ده فيها ده ميزه ناصر منسي، بيلعب دماغه كويس، بيشوط على الجون كويس، ممكن من اقل هجمه من اقل كوره بيحطها على طول على الجون، بيعمل حاجات مش متوقعه. فانت جوه الصندوق كمان بالظبط، هو جوه الصندوق حاجه 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 محترمه يعني. فانت بتتكلم في لعيب محترم، لعيب كويس، الموسم اللي فات ظهر على فترات، الاصابه دي بعدته شويه، السنه دي طبعا هو مبتدي هو فتره الاعداد بشكل مميز، واحرز هدف من ضمن الثلاثه اللي احرزه. فانا شايف ان ناصر لو ركز السنه دي ان شاء الله، والاصابات ان شاء الله تبعد عنه، ان شاء الله يقدر ينسجم مع نادي الزمالك ويقود هجوم نادي الزمالك، ويقدر ان شاء الله ان هو يحقق بطوله السنه دي، بطوله الدوري مع نادي الزمالك ان شاء الله. الهدفين التانيين احرزهم سامسون اكينيولا. يمكن سامسون السنه اللي فاتت كان ماشي بشكل كويس جدا في اول مباراه، واحرز هدف امام فريق سموحه في اول ماتش في الدوري، الماتش ده كان كارثي يعني، الراجل جاب فيه جول واتصاب، جات له اصابه قعد حوالي مثلا شهرين وشويه، والماتش ده كمان اتصاب فيه الونش، الماتش ده انا ما بحبهوش خالص، مفيش حد من جمهور نادي الزمالك بيحب الماتش ده، لانه خسرك في اول ماتش في الدوري اهم مدافع عندك، وفي نفس الوقت سامسون جاب الجول في سموحه وبعد كده ما شفناهوش تاني بالظبط. فلما يجيب جولين النهارده في فتره اعداد، معنويا هتفرق معاك اكيد طبعا. خد بالك بالذات كمان بالنسبه للفيرود، انت الفيرود حتى لما يكون اصلا هو كده كده اصلا لعيب كويس، وبيجي عنده سوء توفيق او بدلك في كذا في كذا مباراه ورا بعض، انت بتلاقي الفيرود عامه هو متاخد غير اي لعيب تاني، خد بالك غير اي بوزيشن تاني في الملعب، ان الفيرود هو مطالب منه ان هو يجيب جون، فلما يقعد كام ماتش ما يجيبش جون، لا انت بتحس للجماهير والجهاز الفني هو على طول اللي ظبط عليه، غير اي بوزيشن تاني، اي بوزيشن تاني ممكن بيتدارى، انت فاهم؟ لكن انت جايب فيرود وجايبه بمبلغ عالي، او جايبه محترف، او جايب صفقه مهمه، كل الناس بتقول عليه ان الفيرود ده او الصفقه دي هي المفروض هو الامل كله او التيم كله بيبني الخطه بتاعته، ان الراجل ده في الاخر هو اللي يجيب الجون ويحرز الثلاثه بونت. فسامسونج السنه اللي فاتت زي ما انت بتتكلم تعرض لهجمه ممكن شرسه شويه من بعض الناس، الكلام كان عليه كان كتير، واكيد ممكن انت ممكن اكيد بيسمع الكلام ده او حد بيوصل له الكلام ده، اكيد الكلام ده كله بياخد من فكر اللعيب طبعا.
هو لعيب صغير خلي بالك كابتن. بالظبط. ده كان هيجي يتأيد تحت السن. تحت السن. مع مواليد 2001. خد بالك هو انا يعني انا من وجهه نظري انا شايفه ان هو مش لعيب وحش، امكانياته كويسه، بس ظل الظروف برده اللي هو جه فيها ما ساعدتهوش، وفي نفس الوقت برده جه هو تحس ان كان عنده برده وزن زايد سنه، ما دخلش مع الفرقه بشكل تدريجي، دخل مره واحده فما عملش فتره اعداد ممكن تكون كويسه تقدر تاهله ان هو يخش. احنا جماهير نادي الزمالك جايبين صفقه، فاحنا متعطشين ان احنا الراجل اللي جايبينه ده يجي يسندنا يجي يلحقنا، فالجماهير ما حستش بالموضوع ده، بلس ان هو كمان جه اخد فتره طويله في ان هو اتعور. فانا بالنسبه لي هو يعني السنه دي لو قافل على نفسه برضه كويس زي ناصر المنسي كده وعامل فتره اعداد محترمه وخس بشكل كبير، وان هو قدر النهارده ان هو يجيب جونين ورا بعض، اكيد دي هتخلي معنوياته في السماء. اكيد هتحسن. كمان خلي بالك قال بعد الماتش، قال ان الراجل دي حاجه كويسه ان هو الراجل هدف النهارده، تفرق معاه، فك النحس معاه شويه، تفرق معاه جامد جدا، تفرق معاه جدا. والراجل كمان بيشتغل على حته اللي هو كان راجع وزنه زايد، لا بدا ينزل وزنه، فدي حاجات كلها هتخلي الجهاز الفني يبص له في الفتره اللي جايه ويعتمد عليه او يجهزه. بالظبط، انا بتفق معاك بشكل كبير ان هو كمان لما يكون واحد جاي من بعيد وهو اصلا خامته كويسه ويجيب جونين النهارده في اول مباراه وديه، بالنسبه له لا في ثقه وفي ارتاحيه، هتلاقي حتى ما بين اللعيبه ما بين الجهاز، ليه هو شخصيا للجماهير، هو هتحس ان الفتره الجايه ان شاء الله الجونين دول انا شايف واثق ان هم ان شاء الله هيديله دفعه معنويه ان شاء الله. طيب سيف الدين الجزيري لعيب مميز جدا، لعيب محترم جدا، وقت ما بيحتاجه نادي الزمالك حتى لو في فترات ممكن يكون مش موفق فيها، لكن في الاوقات الصعبه ولما الراجل بيجيب فورمه محدش بيعرف يوقفه. مكسب لنادي الزمالك تواجد اكتر من مهاجم موفقين، مثلا عندك سيف الدين الجزيري هو الفرويد الاساسي اللي بيلعب بشكل مستمر، راجل بيحرز اهداف كتير جدا، بيشارك في صناعه الاهداف برضه بشكل كبير جدا لانه راجل بيساعد، بيطلع بره المنطقه بشكل مستمر، بيصنع فرص غير متوقع في تحركاته في ظهر المدافعين، فانت عندك برضه قيمه كبيره سيف الدين الجزيري متواجده، ازاي يستفيد منه وتبني عليه في الفتره اللي جايه ووراه اتنين بيدبدبوا زي ما بيتقال كده، في لعيب بيدبدب وراك وهو في نفس مركزك، شايف سيف الدين الجزيري مع الفريق في الفترة اللي جاية ازاي؟ لا سيف طبعا لعيب كبير ولعيب دولي، لا خد بالك بقى هي دي بقى الشخصية اللي أنا بتكلم فيها يا أحمد، أنت لما تكون جاي بتجيب لعيب دولي وعنده خبرات، ده خد بالك ده بيفرق مع اللعيبة وبيفرق مع النادي وبيفرق معاه هو شخصيا، لما هو يكون جاي بيلعب بتشيرت نادي الزمالك نادي كبير ليه قيمة وليه تاريخ. سيف لعيب كويس، وسيف الفترات اللي فاتت دي لا ساهم بشكل كبير مع نادي الزمالك في اهداف كتيره، سواء ان هو بي 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 بيحرز اهداف او سواء ان هو بيعمل اسيستات او بيساعد زمايله بشكل كبير، لا وجوده في الخط الامامي بيدي طمانينه طبعا اكيد للجهاز الفني ولزمايله ولجماهير نادي الزمالك. سيف قوه ضربه في الخط الامامي لهجوم نادي الزمالك، وغير كده وكده هو الفتره اللي فاتت كلها عارف انت تحس ان في تجانس وتفاهم سواء مع زيزو سواء مع شيكا سواء مع مصطفى شلبي، لا هو ماشي الفتره اللي فاتت دي بخطى ثابته، وانا يعني بتنبأ له السنه دي ان شاء الله ان هو ان شاء الله يعمل موسم متالق مع نادي الزمالك ان شاء الله. شايف ازاي طريقه لعب سوريو بيلعب بطريقه كانت غريبه جدا علينا في البدايه، ولكن الراجل اقنع الناس ان اللاعب المصري يقدر يلعب بالطريقه دي. بالظبط، هو زي ما انت بتتكلم يا ابو حميد، كل يعني كل مدرب او كل شيخ بيقول ليه طريقه بالظبط. هو الراجل جاي بيطبق فكر هو ممكن عندنا في الدوري المصري او الناس مش مستوعبه طريقه الفكر بتاعه، فعشان كده كان في انتقاد كتير، شويه الناس تطلعه فوق وشويه الناس تقول لك لا هو ايه الفكر اللي بيلعب بيه ده، بس هو الراجل انت بتتكلم هو الراجل عنده فكر بيطبقه، وخد بالك الفكر لما بيتطبق في بعض الاوقات من اللعيبه اللعيبه بتظهر بشكل حلو جدا وبنوصل للجون، هو عارف الفكر بتاع الراجل ان هو عايز على طول يعمل عندك زياده عدديه، ان انت على طول عايز يلعب ورا بناس فلات وعايز ان هو يزود، انت بتشوف فتوح بتخليه فتوح دلوقتي بدا يخش جوه نص الملعب اكنه فتوح بيلعب ديفندر،
انت واخد بالك، عشان كورته كويسه، عشان فتوح يقدر ان هو يستغله في عمليه التحولات من الدفاع للهجوم بشكل كبير. فهو الراجل عنده فكر وعنده طريقه، بس القصه كلها في ايه؟ انا ممكن العب بالفكر وبالطريقه اللي تناسبني، بس برضو على قد ايه؟ على قد القماشه والخامه اللي معايا. انا ممكن الطريقه اللي انا عايز العب بيها دي طريقه كويسه جدا، بس ممكن ما تناسبش الظروف او الوضع الحالي اللي انا ممكن العب بيه، او الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حاليا. تمام، هي دي بس اللي كانت متاخده على الراجل، ان ممكن دلوقتي الفكر او الطريقه بتاعتك كانت عايزه بعض من الوقت شويه ان اللعيبه تقدر تستوعب الطريقه بتاعته دي. شايف فرص للزمالك ازاي في المنافسه على البطولات في الموسم الجديد اللي هيبدا؟ وشايف ازاي مباراه ارتا سولار؟ مباراه خلاص قربت قوي، يوم 16 ان شاء الله الفريق هيسافر يوم 13 في الشهر ده. شايف ازاي المباراه المهمه في الكونفدراليه في افتتاح المباريات الرسميه بالنسبه لنادي الزمالك في الموسم الجديد؟ يعني انا شايف اولا في بطوله الدوري العام حظوظ نادي الزمالك اكيد طبعا. انت لما بتحط المرشحين عن بطوله الدوري اكيد طبعا من ضمنهم نادي الزمالك، حتى لو نادي الزمالك موقوف عنده القيد بتاعه، ما دعمش بصفقات، ما جابش لعيبه، الظروف اللي احنا كلنا عارفينها الاداريه الموجوده في النادي، بس لا يظل نادي الزمالك لا اسم كبير ونادي كبير داخل مصر وخارج مصر، وليه عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، جمهوره وراه بالملايين، جمهور بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير. احمد اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك لا تقدر تحقق بطوله الدوري العام في ظل ان انت برضو ما دعمتش بشكل كبير، وكل الفرق المنافسه اللي حواليك دعموا صفوفهم بشكل محترم وبشكل كبير. لكن برضو يظل ان نادي الزمالك فريق كبير وعنده مقاومات بتاعت اللعيبه بتاعته، وراه جماهير تقدر تسنده وتقف وراه، وده اللي احنا متعودين عليه من جماهير نادي الزمالك الوفيه، ان هي بتقف ورا اللعيبه ورا النادي في سواء داخل مصر خارج مصر، بيلفوا ورا النادي في المحافظات في الدول العربيه في افريقيا. فالجمهور ليه عامل السحر مع اللعيبه، فاكيد بيدي اللعيبه باور وبيدي له حماس. فانا شايف ان اللعيبه في ظل الظروف دي لا نقدر ان احنا نوصل ان شاء الله، ان احنا نقدر بالظل الكواليتي اللي موجود مع اللعيبه لا نقدر ننافس على بطوله الدوري. مباراه افريقيا اللي انت بتتكلم فيها اكيد البدايات يا احمد بتبقى صعبه، وبتبقى برضو الجماهير بتبقى طبعا بتبقى قلقانه شويه، ان انت الفريق اللي هي بتبقى الغامضه دي او اللي مش معروفه دي هي اللي ممكن بتعمل لك نسبه ريسك او مشاكل كبيره. لكن انا بلاعب فرقه معروفه ليها تاريخ ليها اسم، انا بالنسبه لهم هتبقى كتاب مفتوح لبعض، سواء نادي الزمالك او الفرقه الكبيره اللي انا بلعبها، ببقى عارف ايه الداتا بتاعتهم، ايه عناصر القوه عناصر الضعف، بيمتازوا بايه، بيلعبوا طريقه اللعب بتاعتهم عامله ازاي، الملعب بتاعهم، الجماهير بتاعتهم عامله ازاي. فالدنيا كلها بتبقى انت كتاب مفتوح بالنسبه له، فبتبقى عارف الداتا كلها قبل ما بتسافر او قبل ما بتلعب، بتبقى انت بتتفرج على شرايط او على ماتشات بتاعتهم، بتعرف اللعيبه المميزه بالنسبه لهم ايه. فبالنسبه لفرقه ارتس اللي هي الجيبوتي، انت المعلومات بتجي لك قليله يعني، غير ما انت بتلاعب فرقه كبيره، فهو التخوف من الجهاز او من اللعيبه ان انت رايح حاجه غامضه لسه ما تعرفش ان اللعيبه دي او الارض الملعب عامل ازاي، او الاجواء بتبقى عامله ازاي، او اللعيبه دي بينفذوا طريقه عامله ازاي او بيلعبوا بطريقه ازاي. فبالنسبه لك انت بتبقى متخوف بنسبه كبيره ان انت تلاعب فريق غامض، ده اللي بالنسبه لك بيعمل لك مشكله، اللي لكن هو يبقى اريك وانت ما تعرفش حاجه عنه. ان هو حتى تصريحات المدرب الجزائري بتاعهم، المدرب الجزائري قال لك لا، قال لك انا جاي انا عارف انا بلاعب مين، نادي الزمالك نادي تاريخ نادي عريق، ليه بطولات في افريقيا وجوه مصر، بلاعب وعارف حافظ عارف قيمه الفريق، اتفرج عليهم بالظبط، اتفرج علينا كمان، اتفرج هيستفيد من مواجهه نادي الزمالك طبعا، واتفرج علينا في البطوله العربيه، وقدر ان هو يقيم اللعيبه ويعرف مفاتيح اللعبه عندك ايه، واللعيبه المميزه ايه اللي ممكن يقدر يقفل عليها. فانت بالنسبه لك هو اريك، انت كتاب مفتوح بالنسبه له، هو قاري كل حاجه وعارف ايه اماكن القوه بتاعت نادي الزمالك الضربه ايه، وقاري الفرقه بشكل كبير. بالعكس انت بقى انت ما تعرفش عنه اي حاجه، فهي المشكله بتيجي من هنا. بس بالك تصريحات المدرب الجزائري بوزيان بن عرب المدير الفني لارتا سولار
بتدل ان هو متابع بشكل جيد جدا نادي الزمالك، وقال لك في نص الملعب زيزو ودونجا. ايوه بقول لك وفتوح وسيف الجزيري، فالراجل متابع وعارف عناصر الخطوره بالزبط. في الفتره الاخيره لنادي الزمالك بالظبط. ما هو ده اللي هيعمل لك بقى مشكله، ان الراجل اصلا هيبقى خلاص هو مظبط خطته والسيستم بتاعه وطريقه اللعبه بتاعته، واكيد هو بيتفرج على شرايط ومتابع متابع لعيبه نادي الزمالك، فاكيد هو هيفرج اللعيبه بتاعته على الاستديوهات والشرايط بتاعه مباريات نادي الزمالك الاخرانيه، سواء الموسم اللي فات او في البطوله العربيه اللي هي اخر حاجه. فاكيد هيبتدي الخطه بتاعته ويعمل التشكيل بتاعه او الخطه بتاعته على ان هو يقدر ان هو يقفل ازاي مفاتيح لعب نادي الزمالك. وفي نفس الوقت عايز طبعا ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه على ملعبه، فلقاء فصعوبه اللقاء هتيجي من هنا. بس طبعا لعيبه نادي الزمالك اكيد معودين ان هم سواء بره مصر او جوه مصر اكيد احنا بنلعب على المكسب، واكيد احنا بنلعب ان احنا ان شاء الله نحقق الهدف من المباراتين سواء من الذهاب او الاياب عشان نوصل للدور المرحله اللي بعديها ان شاء الله. الموسم ده ممكن يشهد ظهور ناشئين اكتر في نادي الزمالك، لعيبه شباب بيتصعدوا بشكل اكبر من المواسم اللي فاتت؟ اكيد، بس يعني ال 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 القصه كلها احمد في مش او ظهورهم او مشاركتهم، يعني في يعني في الموسم اللي قبل اللي فات الزمالك نادي الزمالك حصل على بطوله الدوري، كان في مجموعه كبيره من الشباب وخدوا فرصه مع فريرة. شايف اللعيبه اللي متواجدين دلوقتي ومتصاعدين وبيتمرنوا مع الفريق ممكن ياخدوا فرصه؟ اكيد طبعا. القصه كلها احمد العبره في ايه؟ العبره يعني بتبقى مش بالكم، ان انا مش عايز ان انا اسمي يبقى بطلع او بفرغ لعيبه ناشئين عشان اسمي ان انا بطلع لعيبه ناشئين كتير. دي حاجه كويسه وده دور قطاع الناشئين. سؤالي ليك بقى ان هو انت شايف ان هيستفيدوا ازاي من المشاركه؟ هل ممكن نلاقي في مشاركه لاكثر من عنصر؟ اكيد طبعا اكيد. السنه اللي فاتت كان في دعم من قطاع الناشئين للفريق الاول، قدر يستغله الفريق الاول ان هو يقدر يشارك بعض اللاعبين. السنه اللي قبليها اللي خد فيها الزمالك بطوله الدوري، في بعض من الناشئين طلعوا وظهروا بشكل كبير وقدروا ان هو كانوا نص قوام الفريق بالظبط، وقدروا ان هم يلعبوا. فانا شايف ان موضوع التفريغ ده طبعا حاجه مهمه جدا، ونادي الزمالك بيعمله بشكل ايجابي الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت بنقوم بيه بشكل كبير وبشكل ايجابي. اللعيبه دي تقدر تاخد الخبرات زي ما انا اتكلمت احمد معاك، تقدر تاخد الخبرات بتاعه اللعيبه الكبيره. بس انا بتكلم في ان انت ممكن تدي اللعيب الناشئ بس تعرف تديله التوقيت الصح ان هو يقدر يلعب بيه، عشان اللعيب الصغير ده لو انا اديته في ظل ظروف الدنيا فيها مكهربة والجو فيه مش مساعده، ممكن اللعيب الصغير ده بدلا ما انا اديله الخبرات واديله الثقه، ممكن اللعيب الصغير ده انا ايه يعني ما اقدرش ان انا اخليه يلم نفسه بشكل كبير. يعني شايف تمسك سوريو ببعض اللاعبين، يعني الراجل كان في لعيبه عائدين من الاعاره زي احمد زكي كان بيلعب في زد السنه اللي فاتت، رجع من الاعاره قال لك لا انا عايز احمد زكي، ده لعيب مميز بالنسبه له وشايفه خامه جيده ما يمشيش. شايف تمسكه كمان بعبد الله جمعه، عبد الله جمعه لعيب خبره وعنده خبره كبيره جدا، وناحيه الشمال هو ساعات بيستعين كتير باحمد فتوح في نص الملعب، فوجوده برده قال لك لا يستمر مع الفريق برغم ان كان في عروض كتير جدا جايه لعبد الله. بالظبط. هو ده بقى بقول لك ده الفكر بتاع الراجل، لان الراجل عايز اللعيبه اللي تقدر تحقق له او يقدر يستخدمها في يطبق الفكر بتاعه بتاع اللعب. فهو الراجل كان جاي السنه اللي فاتت كان جاي على مجموعه لعيبه، مجموعه اللعيبه دي هو ما قدرش ان هو يطبق السيستم او الفكر بتاعه بشكل كبير، عشان كان جاي في نص الموسم وفتره زمنيه قليله. فعلى قد ما قدر ان هو يدخل اللعيبه او يفهمهم طريقه اللعب بتاعته واحده واحده، غير دلوقتي ما الراجل ما بيبتدي موسم جديد يا احمد وهو المتولي المسؤوليه من اول الموسم، بغض النظر عن الراجل ان في قيد موقوف او ما فيش صفقات او فيش تدعيم، دي طبعا هتبقى مشكله بالنسبه للراجل هتواجهه، بس الراجل دلوقتي بيشتغل باللي موجود معاه وبالقوام اللي موجود معاه، موجودين معاه من السنه اللي فاتت. الحتت اللي انت بتتكلم فيها دي اكيد اي مدير فني يا احمد مش الراجل بس بيبقى عايز يخلي اللعيبه اللي ممكن تقدر تحقق له الفكر بتاعه او تطبق له الفكر بتاعه. فانت بتتكلم على احمد زكي، احمد زكي لعيب كويس جدا 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 من ولاد نادي الزمالك طبعا، باك ليفت محترم عنده كوره كويس جدا. فاكيد هو لما الراجل بيتكلم على احمد زكي ان هو ما رضيش، اكيد الراجل شاف في احمد حاجه تقدر تخليه ان هو يقنعه ان هو يبقى موجود. عبد الله جمعه مش هنقدر نقيم عبد الله، عبد الله لعيب كبير ولعيب محترم، الفترات اللي فاتت عبد الله ما كانش جاهز بشكل كبير، كان باعد نفسه بشكل كبير، الاصابات كانت بعدها
بشكل كبير. لكن عبد الله من النوعيه لما عبد الله بيصر ان هو يرجع نفسه تاني ويجيب نفسه تاني، عبد الله لما يكون جاهز وبيكون فت طبعا قوه جباره وقوه اضافيه يقدر يستغلها نادي الزمالك في اي وقت. كابتن احمد شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك، انا متشرف بوجودي معاك حبيبي كابتن. شرفنا ونورنا كابتن احمد كمال نجم نادي الزمالك السابق. دلوقتي هنروح لفقرتنا الحواريه الثانيه، هيبقى في ضيافتنا الناقد الرياضي امير نبيل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.